مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم اسلام من قناة الوان تيوب. فيديو اليوم رح يكون تحدي معرفة صورة اليوتيوبر من صورته وهي مغبشة. بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشاهدوا الفيديو للنهاية. وهلا يلا نبلش. حلوين حيكون التحدي حلو كتير وخفيف. بدنا نعرف مين اليوتيوبر من صورته، بس حتكون مغبشة ومبينة ملامحه بس، ورح نحاول نعطيكم تلميحات عشان ما نصعب التحدي كتير عليكم. خلونا نبلش. هاي اول يوتيوبر معنا، مبين اسمر وضحكته حلوة وقبل فترة صار ترند. مين بتتوقعوا يكون؟ اكيد الاجابة سهلة، خلونا نشوف. مثل ما قلنا الإجابة سهلة وهو أبو فلة، بس حبة حبة رح نصعب التحدي، ديروا بالكم خليكم مركزين يا حلوين. وهلأ يا حلوين هي عرضنا صورة جديدة وهي ليوتيوبر محبوب وجنسيته أردنية وشعره دايما منكوش. مين بتتوقعه؟ خلونا نشوف. واليوتيوبر هو أحمد أبو الرب. برضو بتوقع أغلبكم عرفوا لأنه شخصية أحمد مميزة جدا وبنقدر نميزها. وهلأ هي عرضنا الصورة يلي بعدها وهي لنجم كلنا بنحبه وعرفناه من صغرنا، وهو أردني وأخوه تجوز قبل فترة. مين بتتوقعوا يكون؟ وهي طلعت النتيجة، هو اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقداد. بتمنى تكونوا كلكم عرفتوه. ويلا هي عرضنا الشخصية يلي بعدها وهي شخصية كتير محبوبة بالعالم العربي وهي مشاركة في برنامج للمواهب حاليا. معقول عرفتوها؟ خلونا نشوف. وهي اليوتيوبر والمغنية بسان اسماعيل، وبنتمنى إلها التوفيق في برنامج بوليفارد للمواهب. وهلأ هي عرضنا شخصية جديدة وهي من أحلى الشخصيات يلي بنعرفها ولطيفة كتير. الصورة يمكن واضحة لهيك مش هنعطيكم تلميح، لنشوف شطارتكم. وهي شخصية أصالة المالح يلي كلنا بنحبها وبنحب محتواها اللطيف. واكتبوا لنا بالتعليقات مين عرفتوا من يلي عرضناهم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك. وهلأ يا حلوين عرضنا كمان صورة، مين بتتوقعوا يكون صاحب هالصورة؟ وهو للعلم كتير مقرب من أنس مروة وأصالة المالح. مين بتتوقعوا؟ وهي نتيجة طلعت، هو اليوتيوبر غيث مروان. بتمنى تكونوا أصبتوا الإجابة. وهلأ هي صورة جديدة وشخصية جديدة ليوتيوبر عراقية وهي أول يوتيوبر عربي وصل لعشرة مليون مشترك على اليوتيوب. مين بتتوقعوا؟ وهي طلعت النتيجة، وهي طلعت النتيجة وهي نور ستارز، وأكيد كلنا بنحبها وبتقدم محتوى حلو ومرتب. وهلأ يا جماعة هي عرضنا لكم شخصية يوتيوبر، المهم هو حاليا بدبي وعنده فريق خاص فيه وكل يوم والتاني عنده تغييرات بالفريق. مين بتتوقعوا يكون؟ خلونا نشوف. وهو اليوتيوبر السوري نور مار يلي عرف يكتب لنا بالتعليقات. ويلا نفكر ونركز ونعرف مين صاحب هاي الشخصية الحلوة اللطيفة يلي بتحمل الجنسية السورية لكن ساكنة بروسيا. مين بتتوقعوا تكون؟ شاركونا الإجابة بالتعليقات. وهي طلعت النتيجة، ريما لسطى. طبعا كلنا بنتفق على انه ريما من افضل صناع المحتوى على اليوتيوب بهاي الفترة. وهلأ يا حلوين نشوف هذه الشخصية ونفكر فيها ونعرف مين صاحبها وبرضو مقيم بدبي. معقول عرفتوا؟ خلونا نشوف. وهو اليوتيوبر انور مار، اظن هيك سهلناها عليكم. طيب خلونا نصعبها شوي. وهلأ هاي صورة جديدة وما بدنا نحكي لكم أي شي عن هالشخصية لنشوف شطارتكم. مين بتتوقعوا؟ وهي طلعت النتيجة وهو باسل ستوب. معقول في حد عرفه؟ احكوا لنا بالتعليقات. وهلأ بدنا نشوف هذا اليوتيوبر ونفكر سوا ونعرف مين هو، وبرضو مش هحكي لكم أي تلميح عنه، أظن الملامح واضحة. يلا احكوا لنا مين. خلونا نشوف. وهي طلعت النتيجة وهي تالين تيوب، وتعتبر تالين من أفضل الأشخاص يلي بقدموا محتوى عائلي على اليوتيوب. وهلأ هي عرضنا عليكم صورة لبنت محجبة، معقول عرفتوها؟ خلونا نشوف. وهي اليوتيوبر رغد فهمي بدر، معقول في حد عرفها؟
ويلا نشوف هذه الشخصية. وللعلم قبل شوي حكينا عن حدا إلها علاقة بشكل كبير بهاي الشخصية، معقول تعرفوا؟ خلونا نشوف. وهو لؤي خوري، زوج تالين تيوب. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا في حد يعرفه بسرعة. وهلأ بدنا نشوف شخصية برضو بنحبها، وهو بيحمل الجنسية الأردنية، وهو منشد برضو، وذكرنا حد بأول الفيديو له علاقة فيه بشكل كبير، معقول في حد عرفه؟ وهي طلعت النتيجة، هو اليوتيوبر وليد مقداد. معقول عرفتوه عطول ولا رجعتوا لأول الفيديو تشوفوا مين يلي حكينا عنه؟ وهلأ بدنا نعرض عليكم شخصية جديدة، وأول حرف من اسمها هو حرف الراء. وهي بلشنا نخفف التحدي عليكم شوي عشان ما تتصعبوا كتير. مين بتتوقعوا صاحبة هالصورة؟ خلونا نشوف. وطلعت شخصية اليوتيوبر رولا قاسم. معقول عرفتوها وما تصعبتوا؟ ويلا هي عرضنا عليكم شخصية جديدة، ركزوا منيح وشغلوا مخ لنشوف مين هي صاحبة الشخصية. خلونا نشوف. وهي طلعت النتيجة، وهي بنين ستارز. معقول عرفتوها ولا تصعبتوا شوي؟ وهلأ هي عرضنا عليكم صورة ليوتيوبر بيلبس نظارات ولطيف كتير، مين بتتوقعوا يكون؟ معقول حد عرفه على طول؟ خلونا نشوف. وهو إبراهيم معراوي، وهو من ألطف الشخصيات على اليوتيوب. وهلأ شوفوا هذه الشخصية، وهو أردني وشخصيته كتير نغشة وبضحك ولذيذ كتير. خلونا نشوف. وهي طلعت النتيجة، وهو أبو تالا أو أبو ناجي، يزن النوباني، ملك الكوميديا وأكتر حدا بضحكنا على اليوتيوب. وهلأ بدنا نشوف آخر شخصية معنا، وما بتوقع حد فيكم يعرفها، ركزوا منيح لعل وعسى حد فيكم يعرفها. خلونا نشوف النتيجة. وهي شخصية اليوتيوبر السعودي الجوهرة ساجر القحطاني. معقول حد عرفها ولا زي ما قلت؟ وفي نهاية المقطع ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واكتبوا لنا بالتعليقات مين اخترته. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.